عزيزي المشاهد، كيف الحال والأحوال؟ الأسطورة بتقول إنك ممكن تحذف أو تشيل النيوترال من الدايرة، ولكن مش معنى كده إنك تقوم تقفل الفيديو دلوقتي وتروح تشيل الفيديو وتشيل النيوترال من الدايرة وتقول لي يا عم واحنا تعبين نفسنا ليه وحاطين نيوترال ومكلفين نفسنا أسلاك وشغلانة. اهدى اهدى يا صاحبي، هتشوف دلوقتي إزاي وإمتى نشيل النيوترال من الدايرة وإمتى ما نشيلوش من الدايرة. والسؤال الأهم اللي هجاوبك عليه هو ليه النيوترال ده مساحة مقطعه دايما أقل من مساحة مقطع الفازات، مع إن اللوجيك والمنطق بيقول عكس كده. ما تيجي نشوف، يلا بينا. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عننا لأن محتوانا بيستحق الدعم. حابب أقول لحضرتك إن القناة عليها أكتر من 1500 فيديو كلها موجودة علشان تقول لحضرتك معلومة تامة، فما تضيعش المجهود المبذول في هذه المعلومات وادعمنا وكلم حد عننا. ودلوقتي سيب حضرتك مع الشرح، أتمنى ليك مشاهدة ممتعة. لو عند حضرتك أي استفسار حطه في كومنت تحت الفيديو، فدي أسرع وأسهل طريقة ممكن توصل بيها ليا من خلال الكومنت تحت الفيديو. يا صديقي العزيز، فيديو اليوم: هل يمكن إزالة سلك النيوترال؟ هل يمكن إزالة النيوترال؟ هل يمكن إزالة سلك النيوترال أم لا؟ هذا الأمر ببساطة كما عودناكم، الإجابة المختصرة نعم يمكن إزالة النيوترال، ولكن ده بيعتمد على القليل من الشروط يا جماعة، وده اللي هنعرفه في فيديو اليوم عن أي موقف يمكنك إزالة النيوترال. طيب ليه هو مهم جدا، وليه حجم النيوترال او مساحة مقطعه يعني بتكون صغيرة اذا قارناها بالموصلات الاخرى؟ عشان تحصل على كل هذه التفاصيل فانت بحاجة يا صديقي العزيز انك تشوف الفيديو بتاع النهاردة. عشان تفهم خلينا نروح لمحول التوزيع عندنا. محول التوزيع لو عندنا البرايمري متوصل دلتا، تمام، وسكندري توصل ستار، ده برايمري سكندري يعني ابتدائي ثانوي. طيب تعالى هنقول دي الفازة ريد يلو وهنا البلو، هنيجي نوصل حمل على السكندري. عشان توصل حمل هنيجي هنا كده، الحمل بتاعي عبارة عن ثلاث سخانات كل سخان فيهم 100 واط. هنيجي هنوصل النيوترال بالنيوترال بتاعت المحول، والتلات فازات بتوعي اهمت. يبقى ده الحمل بتاعي، تلات فازات متوصلين والنيوترال بالنيوترال. النيوترال زي ما احنا عارفين بيحمل التيار العائد من التلات فازات جميعا، يعني الاي ان بيساوي اي ار بلس اي واي بلس اي بي. اي نيوترال بيساوي مجموع التيارات اللي جايه من الفازات كلها. دلوقتي خلينا نوصل حمل على الملف الثانوي اللي احنا قلنا عليه اللي هو السخانات. لو وصلنا الثلاث سخانات كل واحد 100 واط، اللود الموصل اساسا هو حمل متزن. اللود ده حمل متزن، كل سخان من السخانات دي بيسحب قد التاني في الامبير، لان يعني ده 100 واط وده 100 واط وده 100 واط. الان النيوترال سوف يحمل مجموع الثلاث تيارات العائدة من الفازات الثلاث IN يساوي IR بلس IY بلس IB. في البداية بعد ما قلنا كده، الناس هتعتقد ان حجم موصل النيوترال لابد ان يكون ثلاث مرات حجم الفازة الواحدة، ولكن كما نعلم ان تيار نظام الثري فيز بيكون فيه فيز بين كل فازة والتانية ب 120 درجة، وبالتالي لو حبينا نرسم الموجة للتيار هيكون كالآتي. فلو جينا حبينا نرسم التيار يا جماعة هنرسمه كما هو موضح بالشكل. دلوقتي لو شفت جيدا هتلاقي ان مجموع التيار العائد بيساوي زيرو عند كل لحظة، يعني لو جينا عند لحظة معينة اللي هي دي حبينا نجمع الامبيرات، عند النقطة ديت هتلاقي ان الاي بي بيساوي اي واي بيساوي ماينس نص. عند النقطة دي اي بي يساوي اي واي بيساوي ماينس نص، والاي بي بيساوي اي ماكس. لو جينا عند النقطة ديت هنلاقي ان الاي يلو بيساوي الاي ريد بيساوي ماينس نص، والاي بي في الحالة ديت هنا كده
بيساوي اي ماكس، اي بي بيساوي اي ماكس، والاي واي بيساوي الاي ريد بيساوي الماينس نص. تعالى بقى نجمع الاي ان بيساوي الاي بي زائد الاي ار زائد الاي واي. تعالى نجمع ونحط قيمة كل واحدة، يبقى ماينس نص الاي ماكس زائد ماينس نص اي ماكس تاني اللي هي اي بي زائد اي ار زائد الاي ماكس. في الحالة ديت الاي ان هيساوي الزيرو الجميل بتاعي. يبقى انا لو طبقت الموضوع ده عند كل لحظة على الجراف بتاعي ده او الفورم ديت، هتلاقي ان الاي ان بيساوي زيرو في كل الحالات، وهذه حقيقة لكل لحظة على اي لحظة، هنا 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 اي لحظة. في الحالة ديت يمكن ازالة النيوترال. ليه بقى؟ لان النظام متزن، فلن يحدث اي تأثير على الجهد او التيار لهذه الدائرة، وستظل تعمل الدائرة كما هي بلا اي مشاكل. عظيم. طيب لماذا نستخدم النيوترال؟ دعنا نزيله من جميع انواع الدوائر. في حالة ممكن تشيله بقى من كل الدوائر، احنا بنستخدمه ليه؟ انتظر يا صديقي، لا تقفز على الخلاصة، خلينا ننظر ايضا على الجانب الاخر من العملة. يمكننا ان احنا نزيل النيوترال اذا كان الحمل مثالي. حمل مثالي يعني حمل بالانسد، متزن، حيث الموقف المثالي ان يكون الحمل متساوي التيار خلال موصل النيوترال دائما، وكل الاحمال المسحوبة على كل الفازات متساوية، فبالتالي نفس الامبير بيتسحب، فبالتالي مجموع التيارات في النيوترال هيساوي زيرو، فالنظام ده بالانس. في الحالة ديت ممكن اشيل النيوترال بتاعي. في الحياة العملية بقى ما بيحصلش الكلام ده يا فندم. في الحياة العملية الموقف ده بيكون مستحيل، لا يمكن ان يكون عندك احمال مثالية على كل فازة. بالنسبة للاحمال الثلاثية زي المحرك الثلاثي الحسي لا يحتاج نيوترال، محرك الثلاثي الحسي لا يحتاج لنيوترال لانه متزن، يمكن ان تشغله بدون نيوترال. ودلوقتي خلينا نغير احد السخانات في البداية اللي احنا عملناها، بدل ما نضيف 100 هنخليه 200 واط. يبقى هنغير احد السخانات اللي عندنا، بحيث ان انا اعمل نظام غير متزن. شكل الويف اللي هينتج عندي في الحالة ديت هيكون كده. لو لاحظت هتلاقي الفازة الصفراء عليت شوية في الامبير بتاعها. اذا هذا السخان اللي احنا غيرناه دلوقتي بيسحب 200 واط من الباور، 200 واط من الباور. دلوقتي لو جيت تجمع التيار العائد في النيوترال هتلاقيه اعلى من الزيرو. يعني لو جيت تجمع الاي ان اللي هي بتساوي الاي ار زائد الاي بي زائد الاي واي، هتلاقيه دايما اعلى من الزيرو. ده يعني ان هناك تيار عائد، ولكن اذا ازلنا النيوترال في هذا الحال، في هذه الحالة ليس هناك مسار للتيار العائد لكي يمر خلاله، مش هيلاقي التيار مكان يمر ويرجع خلاله في عشان يكمل الدائرة بتاعتي. ونتيجة لذلك الفولت هيصبح غير مستقر، هتلاقي في فازات زاد عليها الجهد وفازات قل عليها الجهد وفازات زاد عليها الجهد قوي. يبقى لو كان الحمل غير متماثل، اذا ازالة الموصل النيوترال يمكن ان يحدث عدم تساوي في الفولت خلال الاحمال. بعض الفازات هتحمل جهد اقل وبعضها هيحمل جهد اعلى، وبذلك الجهاز اللي هيستقبل الجهد العالي او المنخفض ده هيكون دايما تحت الريسك، دايما تحت الريسك. على سبيل المثال لو انا عندي جهاز مصمم انه بيشتغل على 220 فولت، فجأة لقى جاي له 350 فولت، الجهاز ده هيجرله ايه؟ الجهاز ده حرفيا هيتحرق. وبذلك لا يمكن ابدا ان نزيل النيوترال من الحمل لو كل فازة غير متزنة او متماثلة. هذه المشكلة ايضا ليست فقط في نظام الثري فيز، دي موجودة كمان في السنجل فيز. فخلينا نفرض ان احنا عندنا ثلاث منازل، بدل السخانات اللي كنا حاطينها دي هنحط لو عندنا ثلاث منازل، كل منزل متوصل على فازة مختلفة. لو ازلنا خط النيوترال اللي البيوت واخدة منه كلها، ده هيحدث في حالة ان المنازل كلها متماثلة مش هيحدث شيء. لو المنازل كلها متماثلة في الاحمال مش هيحصل اي حاجة، فده ما بيحصلش في الحقيقة، ولكن هذا لا يحدث عمليا. كل بيت بيسحب باور مختلفة عن الاخر. وفي هذه الحالة
لو أردنا إن إحنا نزيل النيوترال هيحدث عدم اتزان، ونتيجة لكده عندنا 3 بيوت أهم كل بيت متوصل بفازة، فازة ونيوترال طبعا نيوترال بتاعهم كل واحد. حضرتك لو ال3 منازل متساويين أو متماثلين خلاص تقدر تشيل النيوترال، طب مش متماثلين كده في عدم اتزان. لو شلت النيوترال ممكن احد المنازل جهده يكون قليل ومنزل اخر يحوي جهد اعلى من الطبيعي ومنزل ثالث يحوي جهد عالي جدا جدا جدا، بالتالي الجهد العالي ده هيدمر كل الاجهزه المتصله بهذا المنزل. ولذلك لتجنب هذا الموقف فلابد من النيوترال انه يكون موجود معاك في الدائره. ودلوقتي خلينا نقول ليه سلك النيوترال ليس نفس مساحه مقطع الاخرين، وده يا جماعه باختصار لان النيوترال لا يحمل نفس كمية التيار التي تحملها الفازات الأخرى. هنفترض مثلا أن المنزل الأولاني كان مع الفازة R والمنزل الثاني كان على الفازة يلو والمنزل الثالث كان على الفازة بلو أو دي أيا كان. الأولاني بيسحب مثلا 1 أمبير والثاني كان بيسحب -25 من 100 أمبير والثالث كان بيسحب -0.5 أمبير. لو حضرتك جيت تجمع الاي ان في الحالة ديت هيديك 0.25 أمبير. يبقى اذا كما ترى التيار المار في النيوترال هو فقط 25 من 100 أمبير، حيثما اعلى قيمة تيار 1 أمبير، كانت اعلى قيمة بيت ساحبها هي 1 أمبير ولما جمعناهم ادونا 25 من 100 أمبير. وده حقيقي عند اي لحظة، لو جيت تطبق الموضوع ده على الويف هتلاقيه برضو نفس القصة عند اي لحظة. وبالتالي مش محتاجين ان يكون قطر النيوترال نفس قطر الفازات. في الحالة المثالية كل الاحمال متزنة الاي ان بيساوي زيرو. الخلاصة ان في كل الاحمال لما تكون متزنة الاي ان بيساوي زيرو. ازالة النيوترال من نظام غير متزن بيسبب زيادة في الجهد في اماكن واماكن لا، وده ممكن يسبب حريق. دايما التيار المار خلال النيوترال اقل من اعلى امبير في الدائرة. ارجو اكون افدت حضرتك بمعلومة بسيطة. لو حضرتك استفدت لايك وشير وكلم حد عنا لان محتوانا بيستحق الدعم. اشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.